عبد الفتاح السيسي من ساعات وانت قاعد بتفطر في امان الله ايها المواطن، ولا بيك ولا عليك ولا عارف ايه اللي بيحصل ليك، قرر رفع سعر الفايده 200 درجه، يعني 2%. وده معناه ايه؟ معناه ارتفاع في الاسعار غير مسبوق هيحصل خلال الساعات اللي جايه، انخفاض لقيمه الجنيه هيحصل خلال مش ساعات، ثواني ثواني، خلال الثواني وانت حضرتك بتشاهد الفيديو الان تروح تراجع قيمه الجنيه، ومع بدايه تعاملات غدا هتشوف الجنيه المصري بتاعنا مبقاش موجود. عشان كده هو عبد الفتاح السيسي بيلعب في اخر اوقاته. البنك الدولي وصندوق النقد برضه رافضين، هم عايزين الجنيه الدولار ب 40 جنيه، بنك اتش اس بي سي قال لك كلمتين، قال لك الجنيه المصري في البنك يكون ب 40 كده هنبدا نشتغل، طب وقبل كده قال لك مش هنشتغل، مش هنشتغل. المهم عبد الفتاح السيسي قرر يرفع سعر الفايده 200 درجه او 200 نقطه، وده يترتب عليه انخفاض في قيمه الجنيه وارتفاع في الاسعار. خد بالك بقى ان سعر الفايده ده بيترتب عليه برضه زياده بطاله اكتر من البطاله اللي عندنا، وارتفاع في اسعار الرز والقمح والسكر والدقيق والزيت وكل حاجه اكتر من الغلاء اللي عندنا. الجنيه المصري الان من ايام مرسي والاخوان الحمد لله الذي تخلصنا منهم، يا رجل الحمد لله الحمد لله تخلصنا منهم. الجنيه المصري من 6 جنيه و80 قرش، شوف وصل في كام؟ 33 و32 جنيه في البنك المركزي. طب في السوق الموازيه لا ده انت بتتكلم في 38 و39 جنيه. طب وفي العقود الاجله يا به 42 جنيه دلوقتي، الدولار ب 42 جنيه في العقود الاجله، وفي السوق الموازيه ب 38 جنيه، وفي البنك المركزي الان ب 31 ونص او 32 جنيه. شوف شوف الجنيه المصري له كام تسعيره، وده يوريك قد ايه قوه العمله. بعض الناس في الفيديوهات اللي فاتت لهم مني كل التحيه والتقدير بيقول لي على فكره انت لما بتتكلم عن قيمه الجنيه ما بتتكلمش عن الزياده السكانيه. ليه؟ ها؟ ليه ما بتتكلمش عن الزياده السكانيه؟ وان الزياده السكانيه هي السبب. انا مش هقول لك الصين وكوريا وروسيا ولا خلاص انسى، ولا الهند، مش هقول لك الكلام ده تاني خلاص. مش هقول لك ان الدول دي عددهم قد عدد افريقيا بالدول العربيه 17 مره، مش هقول لك الكلام ده كله. هضرب لك المثل في امريكا. في الوقت اللي كان الملك فاروق موجود في مصر، كان الدولار الجنيه المصري بيساوي قد كده دولار، كان ساعتها بالمناسبة السيادة السكانية وعدد سكان أمريكا مش كتير، دلوقتي عدد سكان أمريكا أزيد من عدد سكان الدول العربية، أزيد من عدد سكان الدول العربية، أزيد من عدد على الأقل 10-15 دولة عربية، عدد سكان أمريكا بس، شوف الدولار عامل إزاي وشوف قيمة الجنيه عامل إزاي، مالهاش علاقة بالزيادة السكانية، ما تربطش فشلك على الزيادة السكانية، مش كان الزيادة مش كان في الأول بنعلق الفشل ده على حماس وغزه وتركيا وقطر، دلوقتي بقت الزياده السكانيه، دلوقتي بقت اللي بيحصل في الاقتصاد السبب فيه ان المواطن مع زوجته بيخلفوا، هو ده السبب الرئيسي اللي بيعلقوا عليه الان شماعه فشلهم. ما علينا مش دي قصته، ظل التعويم اللي حصل للجنيه ده مش تعويم، معلش انا غلطان، مش تعويم، ده حصل رفع فايده. البنك الدولي وضوء، مفيش بنوك في العالم هتقبل بهذه القيمه تماما، لازم يرفع الجنيه لقيمته، يرفع الدولار او ينزل الجنيه لقيمته الحقيقيه. يعني ايه قيمته الحقيقيه؟ ان يعادل 40 فيما فوق، يعني الدولار يكون ب 40 جنيه فيما فوق. طيب في ظل اللي عبد الفتاح السيسي بيعيشه ده، ايه هي الحلول المتاحه الان امام عبد الفتاح السيسي؟ كل الحلول اللي امام عبد الفتاح السيسي يرفع عليك الاسعار، يزود عليك الضريبه، ياخد منك جبايه، يخليك تتنفس حتى الهواء بفلوس، كل حاجه تبقى غاليه عليك، وده انت كمواطن بتعيشه. طيب الحلول الاخرى انه يروح ياخد قروض من الخليج. وزير الماليه المصري كان مع وزير الماليه السعودي اسمه محمد الجدعان، طب وزير الماليه بتاعنا المصري اسمه ايه؟ محمد معيط. محمد معيط المصري وزير الماليه قال لمحمد الجدعان السعودي وزير الماليه السعودي، قال له تعالوا اشتروا عندنا وهنعمل لكم كل حاجه واللي انتوا عايزينه، واحنا فاتحين لكم الدنيا تمام براح براح. السعوديه مش هتشتري، مش راضيه تشتري. ده كلامي، ده كلام عمرو اديب. عمرو اديب قال لك ان دول الخليج هم افضل من يشتري الان اصول مصر، الا انهم لهم سمك يقليه في اماكن اخرى. ارجع له فيديوهات عمرو اديب قالها والله كده، قال لك لكل سمك يقليه، يعني بمعنى ايه؟ ان هم هيشوفوا حاجات من اماكن اخرى. طيب ايه بقى اللي امام عبد الفتاح السيسي طالما له ده راضي يشتري ولا ده؟ بيبيع اصول مصر ببلاش الا ربع، زي شركه باكين، شركة باكين اللي هي بتاعت البويات بيتم بيعها بالجنيه المصري عادي جدا.
عادي طبعا. انت كمواطن بلاد السيسي ممكن تقول ايه؟ شفت الخونه بيقول لك بالجنيه، طب ما هي الامارات هتجيب جنيه مصري منين؟ هتشتريه بالدولار. مش بقول لك عشان كده السيسي قال لك كل ورقه شجر وبيديك رجول فراخ. لا الامارات مشتريه شركات كتير قبل كده من عندك يا بيه. هي هتعمل ايه؟ هتاخد جنيه من شركاتها اللي هي عندك في مصر وتديه لك وتشتري بيه جنيه، وتشتري بيه شركه باكين بتاعت البويات. طب ولو اشترت شركات اخرى برضه هتجيب جنيه من شركاتها اللي اشتريتها قبل كده، من ارباح شركاتها اللي اشتريتها قبل كده، وتشتري بهم شركات اخرى في مصر. يبقى اذا دخل لك دولار وانت في احتياج لدولار، ما دخلش لك دولار ولا حاجه. شفت اللقطه اللي بتتعمل على مصر؟ نعيد الجزء ده تاني. دلوقتي الامارات جايه تشتري من عندنا شركه باكين للبويات، اشترتها بالجنيه المصري. فالمواطن السيساوي او التيساوي اللي بيبقى قاعد عند الفتاح السريلانكي او المكسيكاوي بيقول لك ان الجنيه ده اللي الامارات هتشتري بيه شركه باكين هتجيبه منين؟ هو بقى بيقنعك ان يعني الامارات هتجيب دولار وتشتري جنيه. لا يا حبيبي، مش هتجيب دولار، هي لها شركات جوه مصر بتعمل جوه مصر. هي كل ما هتعمله هتاخد جزء من ارباح شركاتها اللي هي اشترتها منك من سنه، وتديك الارباح بتاعه الشركات دي تشتري بهم شركه تانية. فانت تقول لي طيب ما خلاص ما احنا خدنا الارباح. ايوه ايها المواطن التيساوي، ما هي الارباح ديت من سنه كانت بتخش خزينه الدوله قبل ما السيسي يفرط في الشركات دي. فدلوقتي الامارات والسعوديه هيشتروا شركات من ارباح شركاتهم اللي اشتروها مننا قبل كده. يعني ولا دولار داخل مصر ولا حاجه، جنيه داخل محل عبود امبابه. عبود امبابه هو جنيه محل في قلب مصر، لا في دولار ولا في اي حاجه. عشان كده هو عبد الفتاح السيسي بيلعب في اخر اوقاته. عبد الفتاح السيسي بيلعب في اخر اوقاته ازاي؟ بيرفص، ارفع الفايده، طيب عوم الجنيه، طب ارفع على الناس الاسعار، طب زود الضرايب، طب بيع لي شويه شركات، طب شوف لي اي حل. والديانة عمالين يخبطوا عايزين فلوسهم، الديانة بيخبطوا عايزين فلوسهم، وهو مش معهوش دولار، لا يملك دولار. حتى الشركات اللي هتتباع، الدولتين اللي كانوا ناويين يشتروا قال لك مش هنشتري غير بالجنيه المصري، يعني حتى مش هيدوك دولار. عرفتوا الوضع في مصر رايح على فين؟ بقول لك الجنيه المصري الان بيتم تسعيرته اربع اسعار. بنك اتش اس بي سي بيقول لك ده ب 40 عندي، الدولار ب 40 جنيه. البنوك في السوق الموازيه ب 38 وشويه، في البنك المركزي ب 23 ب 33 ولا ب 32 وشويه، في العقود الاجله ب 42 41 ونص. شفتوا قيمه الجنيه المصري بقت عامله ازاي؟ كل ده يترتب عليك انت كمواطن ايه؟ انك النهارده تروح تشتري كل الرز اللي هو عمله لك قبل معرض رمضان، قبل معرض رمضان وكتف بكتف وابو كرتونه. فاكر انت كده قبل منها كان كيلو الرز ب 22 جنيه، كان كيلو الرز ب 22. دلوقتي بعد ما عمل لك المعرض الان وادخل على جريده فيتو، على المصري اليوم، على اليوم السابع، على جريده وطن، على اي جريده بتقيد السيسي، هتلاقيه بيقول لك كيلو الرز من 27 ل 30. طب والمعارض اللي انت كنت عاملها مش كانت المفروض تخفيضا للاسعار؟ لك ما عرفتش، ما عرفش يظبطها لك. فباع لك يا معلم الوهم، وانت اشتريت الوهم منه كمواطن بتقيد السيسي وبتحب تاكل ورق شجر ورجول فراخ، والنهارده عوام لك الجنيه عشان يقول لك ان الاسعار هتزيد عليك اكتر واكتر واكتر. وهو ده الوضع في مصر، وسلام عليكم.